رفع سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الذكرى 20 لإقرار ميثاق العمل الوطني، مشيدا سعادته في تصريح خاص لمركز الأخبار بالإنجازات التنموية الشاملة التي تحققت منذ تدشين ميثاق العمل الوطني وما شكله من ركيزة حضارية لإقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية الداعمة للعمل الديمقراطي والحريات الإعلامية المسؤولة. حقيقة اليوم البحرين تحتفل بمرور 20 عام على تصويت على ميثاق العمل الوطني. الحقيقة هذه تجربة سياسية نفتخر فيها في البحرين، تعتبر واحدة من أهم المراحل المهمة في تاريخ البحرين الحديث. هذه التجربة عندما بدأت في عام 2001 لم تتوقف حتى هذا العام 2021. كانت هذه التجربة كما هي أي تجربة سياسية، ولكن ما يميزها في البحرين بأن نحن في معهد التنمية السياسية نعمل على نشر ثقافة الديمقراطية من خلال مراجع ثلاث، وهي الميثاق والدستور والقوانين. الديمقراطية لم تكن في يوم من الأيام إلا وسيلة للوصول للأفضل، فعندما كانت تجربة البحرين مروراً عبر هذه الديمقراطية كانت الغاية أكبر، ولله الحمد هذه الغاية أو هذه الأهداف تحققت وبنتائج جداً ملموسة. بدأت العملية بتعزيز نزاهة واستغلالية السلطة القضائية باعتبارها ضمانة أساسية لترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات، فأنشئت المحكمة الدستورية ومن بعدها أنشئت النيابة العامة، حتى استمرت كثير من القوانين، كان آخرها في عام 2017 قانون العقوبات والتدابير البديلة لسنة 2017. ما يميز التجربة البحرينية ذات الخصوصية الكبيرة هي تجربة أصبحت بعض الدول تنظر إليها بنظرة فيها الكثير من المثالية. شفنا تجارب عالمية ما زالت محل نقاش كبير. أي تجربة ديمقراطية إذا ما كانت تضمن الكثير من الحقوق والحريات ويكون هدفها الأفضل للمواطن من خلال توفير أساسيات ما يحتاجه هذا المواطن من أمن وعمل وإسكان وصحة، لذلك كان هذا المشروع يستند على الكثير من المبادئ اللي ولله الحمد تم تطبيقها ولم تكن فقط لاستهلاك إعلامي كما حصلت في بعض دول العالم. أنشئت الكثير من المؤسسات اللي نقلت التجربة البحرينية إلى مستويات أفضل وأفضل. على سبيل المثال عندما أنشئ ديوان الرقابة المالية، أنشئت منظمات تعني بحقوق الإنسان، أنشئت النيابة العامة، المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للمرأة. فيما يتعلق بتكريس حقوق الإنسان ولله الحمد البحرين الآن انضمت إلى أكثر من 30 اتفاقية دولية، وتم انتخاب البحرين في مجلس حقوق الإنسان لله الحمد لثلاث مرات، وهذا ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بهذا البلد الكبير بإنجازاته. الحديث عن حقوق المرأة، البحرين لها تجربة نفتخر فيها. لغة الأرقام تثبت بأن المرأة البحرينية كانت لها الريادة في المشاركة، أولاً عبر مشاركتها في أول انتخابات بلدية في عام 1923. هذا التاريخ المشرف
لم تصلح الكثير من الدول المتقدمة في مجال حقوق المرأة. فالمرأة في البحرين تحظى باهتمام كبير من صاحب الجلالة الملك المفدى، والمجتمع البحريني وضع ثقته فيها. كان لها الشرف المشاركة في بداية كتابة وصياغة هذا الميثاق عبر مشاركة أكثر من 6 نساء في بداية صياغة هذا الميثاق. اليوم المرأة البحرينية تتبوى الكثير من المناصب، وكان آخر هذا الإنجازات في عام 2018 عندما تسلمت سيدة رئاسة مجلس النواب في تجربة ومؤشر على مكانة المرأة البحرينية في هذه التجربة السياسية للحقيقة احنا نفتخر فيها. الميثاق أعطى الجانب الاقتصادي أهمية كبيرة، وشجع الانفتاح الاقتصادي اللي الحقيقة اليوم احنا نفتخر فيه. هذا الملف اللي يقاد بكل كفاءة وإخلاص من صاحب السمو ولي العهد، نتائجه جدا ملموسة عبر جلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية. ولو عملنا مقارنة شفنا ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية خلال فترة قصيرة، صعدت من 5 مليار دولار إلى أكثر من 30 مليار دولار في عام 2019. ختاما أود أن أؤكد بأن البحرين لديها تجربة خاصة. هذه التجربة لم تتوقف في يوم من الأيام، عبر كثير من القوانين التي صدرت خلال السنوات الأخيرة تحت قبة البرلمان. هناك تعاون كبير بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. احنا دورنا في مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية دعم ومساندة جميع هذه السلطات لضمان نجاح التجربة الديمقراطية في البحرين. التجربة الديمقراطية في البحرين تجربة مستمرة، تجربة يحق لنا أن نفخر فيها. النتائج التي تحققت خلال 20 عام نتائج ملموسة. القوانين التي صدرت كانت لها الدور الكبير والمساهمة الكبيرة في تحقيق ما هو أفضل للمواطن البحريني.